طيب ماذا تقترح على المستمعين شيخنا في هذه الأيام يعني إضافة للصيام؟ طلب العلم، عمل صالح، تفقد الأهل الأقارب، صلة الرحم، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. بكل أخت مثلا فقيرة، زوجها فقير بطرف المدينة، إذا كان زوجها غني بتلاقي كل ما عطس بيهنوه بيزوروه، هي مهملة، وين بطولتك تزور الأخت اللي زوجها دخله محدود، تجبر خاطرة بيت في سعادة. والله مرة بذكر يعني إنسان صار معه مرض مرض يعني بالقلب، وما معه ثمن العملية ولا واحد بالمليون، عملية بدها 400,000 وقتها. نعم. دلي غني كبير قال هي عملية على حسابي. يا سلام. العملية نجحت، والطبيب من إخواني الجراح ناجحة جدا. أنا بشكر، زرته بعد العملية، الأولاد يكادون يرقصون من فرحهم. دفع جزء من ماله لإجراء عمل جراحي لإنسان فقير عنده 5 أولاد. والله أول ما زرتهم، أنا زرتهم أول مرة كان السماء العملية المرض انكشف وما في معهم سماء العملية، في بالبيت كآبة لا يعلمها إلا الله. لما هالإنسان تبرع بهذا المبلغ، يا أخي العمل الصالح، بدي أقول كلمة دقيقة، أنت رفعت إلى الله عمل صالح، رفعته، لا بدك سمعة ولا بدك من يمدحك، بدك يرضى الله عز وجل. شو بيجيك من فوق؟ بيجي سكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الله يفتح لك. هي السكينة أعظم عطاء إلهي. يعني سيدنا يوسف رآها في السجن كان أسعد إنسان، سيدنا يونس، يوسف بالسجن، يونس بطن حوت. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الله يفتح لكم يا دكتور. هل في أيام عشر ذي الحجة دكتور تجتمع العبادات كلها، الحج والصيام الصلوات؟ نعم. لا، صيام 10 أيام أو صيام يوم الوقفة. نعم. يعني مو بس صام يوم الوقفة، يعني القرآن أكثر من قراءته، يعني الشاشة مو مفتوحة فلتاني. أنا ما بعتقد إذا كان شاشة مفتوحة وغير منضبطة في مشكلة كبيرة جدا. يعني في غرائز صار عندك ابن شاب وبنت شابة مثلا، إذا ما كان في انضباط بالشاشة الطريق إلى الله غير سالك. نعم. تنضبط على محطات إخبارية ودينية فقط. طيب شيخنا الكريم، من كان بعيدا عن الله، مثلا إنسان لا يصلي، إنسان يتعامل في الربا، إنسان عنده عقوق والدين، في جواب سيدي، كيف يمكن أن يصلح؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا ما خل معصية ما سواها على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، وجبت محبتي للمتحابين فيها. سيدي الناس ما ذاقوا طعم القرب، الله ذات كاملة، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، أصل الجمال والكمال والنوال. لما الإنسان بذوق طعم القرب من الله ما له مستعد يقصر مع ربه ولا بثانية، ذاق طعم القرب. الله يفتح لكم يا دكتور. الله يفتح لكم يا دكتور. طيب شيخنا الكريم، هنالك أحبة دائما لكل إنسان قد فقدناهم، هل يمكن في هذه الأيام الفضيلة أن يقوم الإنسان بعمل ويهدي ثوابه لذلك الميت؟ هل يمكن مثلا أن ندعو له، نستغفر، نقرأ قرآن عنه؟ ماذا يمكن؟ اللي بعرفه الدعاء والصدقة فقط. الدعاء والصدقة. أما أنه لك عمل صالح أنا وصله لفلان ما بقدر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي واضحة. نعم. أصل يعني هذا صلى قيام الليل. نعم. أنا بدي أوهب هالأخ النايم اللي عم يتابع فيلم بالتلفزيون، بدي أوهبه صلاتي، ما بتزبط. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن الدعاء والصدقة والصدقة تنفع المريض، تنفعه أبدا.
نعم. الدعاء والصدق. نعم. للإنسان المريض أو نعم. للإنسان نعم. الميت دكتور. نعم. إن شاء الله هذه ثواب وهذه الأعمال الصالحة تنفعه وتصل إليه. طيب شيخنا الكريم أيضا في ظل هذه الأيام المباركة كيف يمكن للإنسان أن يحث الآخرين على أن يعبدوني؟ هل من نصيحة دعوية؟ سيدي أنت ما بدي أقرب مثل لحياتنا. هذا الهاتف قد يكون حقه 100,000 في أنواع غالية جدا. نعم. إذا ما شحنته شقفة بلاستيكي بس. والإنسان إذا ما انشحن أناني بخيل لئيم مصلحجي قطعا قطعا. بس كان شحن يا لطيف كتلة كمال ملائكي يؤثر دائما بياخذ الأقل بيعطي الآخر الأكبر. سيدي الفرق بين المؤمن غير المؤمن مو لأنه بيصلي المؤمن، والله لا أبالغ في 100,000 بند يتميز بها المؤمن، في إنصاف في رحمة في اعتدال. يعني أنا بذكر مرة هيك محل أقمشة ما بنساها، صانع يتيم عنده حمله توب، الثاني الثالث قال له ما بقى فيني، قال له شب أنت شب، حمله 7 ثواب من محل لمستودع. والله وانا واقف ابنه حمل توب واحد بقوع ظهرك، هذا يسقط من عين الله، يسقط من عين الله والعياذ بالله. لابنه بيجيب له اساتذه والمبلغ فلكي بيندفع، لكن ما بيدفع لصانع عنده صانع طلب منه بس يطلع قبل الدوام قبل 8 بساعة واحدة ليلتحق بمدرسة مسائية ياخذ شهادة. قال له أبدا، قال لي أبدا، قال لي ما بسمح له، بس لو أخذ كفاءة بفقس بتركني، بده يخليه جاهل طول حياته. ابنه بيحط له 1,000,000 ليرة دروس خاصة، مليون بيحط له. هذا ابن الفقير ما بيخليه ياخذ كفاءة يعني متوسطة. نعم. الله المستعان. الحج عبادة كبيرة جدا. نعم. الحج في انتقال من مكان إلى مكان. نعم. أنت بتصلي ببيتك أو بمدينتك، بالجامع بس بمدينتك، وبتصوم بمدينتك، وبتدفع زكاتك بمدينتك، إلا العبادة فيها سفر، سبحان الله، فيها مشقة. فهذا الذي سافر إلى الله هذا زائر إلى الله، في إكرام كبير له، بس هذا السفر بيحتاج إلى صحة وإلى مال. نعم. هذا الذي يجلس في عمان، في الشام، في بغداد، في القاهرة، ما أتح له أي حج، كأنه الشرع جعل له 10 أيام، يعني بيقطف ثمار الحاج، ما حقول بالمية مية، بالمية 80. سبحان الله. صيام وعبادة وقرآن كريم. أنت ما تمكنت أن تذهب إلى الحج، صم بعض هذه الأيام أو كلها، لكن لابد من يوم الوقفة، هذا يوم عرفة يرتقي إلى واجب. نعم. رجل دين مسيحي اسمه الأب مانويل مسلم. نعم. رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلامة القدس يقول إن تحويل المتحف إلى جامع رفع قدر وكرامة لآيا صوفيا، حيث حولها من حولها من متحف تدوسه أقدام الأمم إلى جامع يسبح فيه اسم الله الأعظم ويمجد، وترتقي فيه النفوس المؤمنة إلى بارئها وربها وإلهها الواحد الأحد والفرد الصمد صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. واستعرض مانويل مسلم الأب في المقابل كوارث تاريخية حلت بالكنائس والمساجد الفلسطينية، وقال نحن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في صراع وإعصار، بل في عين الإعصار مع الصهيونية، من حروب ومجازر وسجون وإعدامات وحرق وهدم وقتل وتهجير وتدنيس وتسفيه،
لكنائسنا وجوامعنا، وتهويد وسلب لآثارنا الفلسطينية وثقافتنا. وفي فيديو بثه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأب رجل الدين المسيحي، حيث عد مانويل مسلم كوارث حلت بمساجد فلسطينية وكنائس مسيحية جرى تحويلها إلى أغراض أخرى ككنس يهودية أو إلى متاحف، بل وإلى حظائر للماشية وصالات للأفراح وملاهي ليلية وزرائب الخنازير. واستعرض الأب مانويل نماذج لبعض مآسي هذه التحويلات، وعلى سبيل المثال تحويل مسجد سوق اليونسي في صفد إلى متحف، وتحويل مسجد الشعرة في صفد إلى كنيس يهودي، وتحويل مسجد عين الزيتونة في صفد إلى حظيرة للماشية، ومسجد الخالصة في صفد إلى متحف، والمسجد الأحمر إلى قاعة أفراح وبداخله منصة وغرفة لتعاطي الخمور، بل ويتحول معظمها في بعض المناسبات إلى ملاه ليلية. هذا النص. فلذلك البطولة أن تكون موضوعية. نعم. الموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية. إذا كنت موضوعيا فأنت أخلاقي، وإذا كنت موضوعيا فأنت عالم. والبطولة أن نعطي الأشياء بحجمها الحقيقي. والبطولة أنك إذا كنت موضوعيا ارتقيت عند الله وعند الناس، أما إذا كنت منحازا إذا كنت عنصريا. نعم. يعني مثل من واقع المسلمين، زوج تزوج امرأة أمضى سهرة بأكملها يستهزئ بأبيها، يعني أبو زوجته. نعم. فلما تكلمت في اليوم التالي كلمة عن أمه أقام عليها الدنيا. هذا إنسان عنصري ليس أخلاقيا. ولما خمس دول بكلمة لا فيتو التغى القانون، 70 قانون لصالح الضعاف المستضعفين بفيتو واحد يلغى. ما دام في قياس شيء بمقياسين متناقضين هذا عين العنصرية. ما دام في عنصرية النزاعات في الأرض لا تقف. فإذا كنت موضوعيا أهلا وسهلا. يعني سلمان فارسي، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلمان منا آل البيت. صهيب رومي قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. بلال حبشي، أبو لهب قرشي، تبت يدا أبي لهب وتب. الموضوعية قيمة راقية جدا، قيمة أخلاقية وقيمة علمية. أنت موضوعي بالحجم الصحيح. النبي الكريم استقبل الأسرى الذين جاءوا ليحاربونه، مر بصهره ماذا قال؟ قال والله ما ذممناه صهرا. شوف شوف موضوعية، كصهر ممتاز كان. هالكلمة جعلته يسلم. أنت إذا كنت موضوعيا أحبك الجميع. نعم. أما إذا كنت منحازا تعتم على السلبيات وتبرز الإيجابيات وتبرز النقائص، هذا موضع اسمه قنص. كيف يعني قناص يقتل إنسان بريء؟ نعم. وفي بالعلم قناص يكتشف السلبيات في كل شيء ويبرزها ويضخمها. أما المؤمن، أما فلان ما ذممناه صهرا. الموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية. هذا إيماني، وأنا لست معصوما. الله يفتح لك يا دكتور. إن أصبت فلله الفضل، وإلا فهذا اجتهاد مني والمجتهد بين الأجر والأجرين. الله يفتح لكم يا دكتور، يجزيكم خير. نعم. إن شاء الله. شيخنا نعرج في حلقتنا، بدأنا منذ يوم أمس، منذ يوم الأربعاء بعشر ذي الحجة، هذه الأيام العظيمة والمباركة وهذه النفحة. نعم. الزمنية التي جاءت بعد انقضاء رمضان بشهرين تقريبا لتكون فرصة جديدة. نعم. للمسلم ليزداد بإيمانه وصلته بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. السؤال هنا دكتور، لماذا هذه الأيام تحديدا دون باقي أيام العام فيها الأعمال أحب إلى الله؟ كلمة وما خلقت الإنس الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
بالمصطلح الحديث علة وجودنا في الدنيا العبادة، سبب وجودنا العبادة. أرسلت ابنك إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون، مدينة أكبر مدينة بأوروبا، علة وجود ابنك الكريم في هذه المدينة دراسة. فالبطولة والذكاء والنجاح والتفوق أن أكتشف بوقت مبكر سبب وجودي في الدنيا، إما أن أستنبطها استنباطا أو أن أقرأها بكتاب الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة الوجود العبادة. بس هناك التباس في موضوع العبادة. عنا عبادة شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشهادة، وعنا عبادة تعاملية. العبادة التعاملية تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، من فراش الزوجية، وتنتهي بالعلاقات الدولية. منهج تفصيلي لكل حركات الإنسان وسكناته، كسب ماله، إنفاق ماله، اختيار زوجته، تربية أولاده، علاقته بأمه وأبيه، علاقته بمن حوله، بالمقربين، بالمقربين، بالأباعد، بالأقوياء. يعني منهج قد يصل إلى 50,000، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا كلمة دين تدين به، تخضع له. يعني أنت اشتريت مركبة حديثة وأنت قليل خبرة بالقيادة، في ضوء أحمر تألق في هذه بلوحة البيانات، نعم. لو أنه أنت توهمت أن هذا الضوء تزييني كي تتسلى به، احترق المحرك وكلفك 100,000. أما إذا فهمته بحسب تعليمات الصانع أنه تحذيري، أوقفت المركبة، أضفت الزيت، فالبطولة والذكاء والعقل والفلاح والنجاح، وأنت أعقد آلة في الكون، وأنت حريص على سلامتك بلا شك، وعلى سعادتك وعلى استمرارك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. الصانع هو الخبير، قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. فأنا أرى أن البطولة أن تعرف الله في وقت مبكر، وأن تتحرك وفق منهجه بكبريات حياتك. يعني طبعا في أشياء صغيرة جدا، اختيار الزوجة، تربية الأولاد، اختيار الحرفة، في حرف هي عطاء للناس، حرف هي أخذ. فألصق شيء بحياة الإنسان حرفته وزوجته. فإذا وفق في اختيار حرفة في عطاء، تعليم، في حرف كل عطاء، تجارة، البضاعة جيدة، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما في تلاعب بالأسعار والحجوم والأوزان والمقاييس. فلذلك بين أن تتحرك وفق منهج الله، فأنت في ذمة الله، وفي ضمان الله، وفي توفيق الله، وفي إكرام الله، وفي إسعاد الله لك. جميل. إذا الإنسان إذا فهم سبب وجوده، هذا بال 12 شهر ب 365 يوم. جميل. بس الله عز وجل عمل دورات مكثفة، هذا مصطلح حديث، مواسم. يعني نعمل دورة بالرياضيات لطلاب التوجيهي، دورة أسبوعين أبرز الموضوعات، طريقة حل المعادلات إلى آخره. ففي عنا مواسم، فالصلاة موسم، بس صلاة يومية، موسم يومي، سبحان الله. والصيام موسم سنوي، نعم. والسنة بأكملها فيها طاعة لله عز وجل. فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته، وبتعبير قد يكون غير مقبول، ومن أنانيته، من حبه لذاته، صحيح، ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع كما تفضل دكتور. هذا على مدار العام سبل السلام. جميل. أنت في سلام مع نفسك، وفي سلام في بيتك، ومع إخوانك، ومع والديك، ومعك زبائنك، ولآخرتك. نعم. وطبعا وهنالك هذا على مدار العام، وهنالك مواسم ربنا جعل فيها العبادة مضاعفة، نعم، لتزيد من همة الناس إقبالا واستقامة، نعم، على درب الله. نعم. طيب شيخنا، سنقف إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنتحدث لماذا هذه الأيام تحديدا فيها العمل أحب، نعم، لله تعالى مما سواها من، نعم، أيام. نكمل، نعم، هذا الموضوع مع فضيلة الإعلام الدكتور محمد راتب النابلسي عن فضل عشرة ذي الحجة بعد وقفة قصيرة مع الإعلانات.
فابقوا بالقرب. مستمعينا الكرام، شيخنا الكريم، قبل الفاصل كان حديث فضيلتكم شيخنا عن سبب خلق الإنسان، وأنه لو أدرك ذلك وصل إلى مصلحته الشخصية إنجاز تعبير أنانيتها، وأيضا أدرك سر وجوده وارتياحه النفسي في الدنيا وفي الآخرة. وذكرتم شيخنا أن هذا هو منهج الإنسان على مدار العام، لكن هنالك أيام مخصصة يزيد الله فيها الأجور لتكون تحفيزا ليرفع الهمة. دورات استثنائية، نعم، محفزات، نعم، مواسم. خير ليالي العمر دكتور، خير الليالي هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، نعم نعم، وخير الأيام عشر الأوائل من ذي الحجة. لماذا دكتور؟ يعني لماذا خصها الله يعني أكثر من غيرها؟ الله عز وجل أراد لهذا الإنسان يلي ألف العبادة فبردت همته يؤديها تأدية أحيان شكلية، فلما تابع الأداء الشكلي كأنه ضعفت همته، نعم، وضعف إقباله على الله، فالله جعل له مواسم تحفيزية، جددوا إيمانكم. يعني أنت بموسم تدع الطعام والشراب، تدع المباح، تدخل لبيتك في رمضان والجو لا يحتمل حرارته، وجائع جوع لا يحتمل، وبحالة عطش لا توصف، ما بتقدر تضع قطرة ماء بفمك. أنت بهالطريقة هي تتأكد أنك تعلم أن الله يعلم، تتأكد أن الله سيكافئك. يعني موسم للإقبال على الله، موسم لشحذ الهمة، موسم لفتح صفحة مع الله جديدة، موسم لتوبة نصوح تجرف كل ما سبق. فالله جعل مواسم، من توب برمضان، بالعيد الأضحى منضحي، نطعم الطعام، ننشر السلام، نصلي بالليل والناس نيام، نبلغ الجنة بسلام. عملنا مواسم، عملنا مناسبات، تحفيزات، حتى نتشوق إلى اللقاء معه. يعني عفوا، الطفل أيام بيكره طعام، ما بيكره الطعام، لما بيذوق طعام يحبه يتابع هذا الطلب كل يوم. نعم، كأنه الله عز وجل ينتظر منا أن نذوق طعم القرب منه. الله أكبر. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الله عز وجل أصل الجمال والكمال والنوال، الذات الكاملة سبحانه وتعالى. يعني إن لم تقل وقد سمح لك أن تتصل به، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة مع الله. أنت مع أصل الجمال. تصور مرة يعني في هولندا مهتمة بالورود، بالنباتات الزينة، بتلاقي حقول قطعة من الجمال لا تصدق. هذا جمال الله عز وجل، منحه لوردة، منحه لفاكهة، شوف لون الفاكهة وحجم الفاكهة وقوام الفاكهة، هذا كله إكراما لنا. يعني الدواب نوع واحد بيأكله كل حياته، كم نوع فاكهة بحياة الإنسان، كم نوع طعام، كم نوع لحم. فكلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. باطن الأمن، المؤمن عنده حالة أمن، والله لو وزعت على أهل بدر ركبتهم، والله يتمتع بحال من الأمن لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. الدليل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك. دقيق، ما قال الأمن لهم، لو قال الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن وحدهم، لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. والذين آمنوا واتبعتهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن وحدهم، نعمة الأمن. التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. الإنسان بيوفق أيام بزواجه، يوفق بعمل مريح ودخله معقول، يوفق بأولاد أبرار، ببنات صالحات محتشمات، بتوفق بحرفة راقية شريفة، في حرف مبنية على معاصي وآثام. أيام بتمتع بحريته، ما في عليه مأخذ، ما له ملاحق، مشى على منهج الله فحفظه الله والآمر ضامن. يعني أنا بقول كلمة
إيجابيات أن تعرف الله وأن تطيعه لا تعد ولا تحصى. ملخصها أن تقول وأنت واثق مما تقول: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. أنت مع القوي. يعني عفوا، طفل صغير إذا كان ابن ملك بيخاف من الرجل الكبير؟ ما بيخاف، والده الملك. نعم. الله قال، خاطب النبي قال له: فإنك بأعيننا. يا الله، شو هاي الكلمة؟ هاي مثل إذا واحد تزوج وما أنجب، هو غني وبيحب زوجته حبا جما، ما بده يزعلها بزوجة ثانية، بعد 10 سنوات أنجب طفل آية في الجمال، تعلق به تعلقا مذهلا، فإذا أخذه إلى حديقة عينه عليه دائما: فإنك بأعيننا. أنت غالي على الله كمؤمن، غالي عليه كثير. أعطوه دواء ذات الجنب للنبي فغضب غضب شديد كأنه الورم الخبيث قبل أن يموت. قال: ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. ومعنى إذا واحد امتحن بهالمرض سيء، لا ما أقصد هذا أطلاقا، بس أنت كمؤمن بتحس أنه أنت غالي على الله. في يعني أشياء بتنهيك، ما في بحياتك ما في شيء من هذا. واحد له دكان وبيأدي زكاة ماله بالتمام والكمال، إجا شخص قال له: احترق دكانك. بقي مطمئن. قال له: عجيب. قال له: أنا مطمئن، ما كان الله ليفعل، أنا أودي زكاة مالي. والله مرة أخ من قطر مجاور، أنا يعني صديقي الحميم، راكب سيارته فضرب سيارة سورية، والضرب كبير يعني بيحتاج 2000-3000 ليرة. والله أنا واقف، السائق لما وجد اللوحة ليست سورية، من دولة مجاورة، قال له: مسامح، تفضل، ما في شيء. هالرجل هطلت من عينه دمعة. شو هالدمعة؟ هو غني كبير، يعني هو وفر 3000 ليرة، لا مو هيك. سألته: ليش، لماذا بكيت؟ قال لي: أنا قبل سنتين أسرة من سوريا راكبة سيارة بيجو وكل النساء محجبات، ضرب سيارتي، جاي يعمل هيك نزهة ببيروت، ما حبيت انزعله النزهة. قال له: مسامح. الله أكبر. بعد سنتين أنا استغربت أنه سائق سيارة عمومي، وهي يعني عندهم قوة وعندهم كلام مجادلة قوية جدا، لما لقاها سيارة ليست سورية من بلد مجاور عفا عنه. قال له: مسامح. قام بكي. قال لي: أنا من سنتين وجدت أسرة النساء محجبات، ما حب يعني يزعلون. سبحان الله، فالله كبير، جبر الخواطر. ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. شيخنا الواقع، شيخنا كثير من الناس يسير على درب الله ويستقيم ويصلي ويصوم، لكنه لا يشعر بهذا الجمال ولا بحلاوة الإيمان ولا بالصلاة المنعقدة مع الله، ولا يشعر أنه أسعد الناس على وجه الأرض. أين الخلل؟ عندك جواب دقيق. بيت 450 متر في 8 تريات رشرنج، الواحد يحقق بمئات الألوف، في كل الأجهزة، الثلاجة والميكروويف، المراوح، التكييف، كل شيء فيه، بس ما في كهرباء. كله واقف. هالتيار الكهربائي بينقطع بمليمتر وبينقطع بمتر. ما دام في مخالفات، فقد الإقبال على الله، فقد الاستمتاع بالصلاة. ما دام في يعني سهرة مختلطة، في مال له إشكال، في مبلغ رشوة، في مبلغ حرام، في متع عينه بنساء لا يحلن له، مشي بالطريق أطلق البصر، فحتى لو صلى وصام لن تنعقد الصلة الكاملة. هذا التقبيت في كل أجهزة بس ما في كهرباء. فأنت لما لم تستقم استقامة كما أرادها الله، استقامة عن الكبائر كلياتنا، خذ 1000 بيت بعمان، خمر ما في، نحن مسلمون، لأنه زنا ما في، قمار ما في، قتل ما في، وين مشكلتنا؟ بالأشياء الصغيرة، سهرة مختلطة، يعني سياحة لا ترضي الله، لأماكن موبوءة. نعم. في كتير مخالفات. لما إنسان بيفقد صلته بالله
فقد السعادة بالدين. بصير الدين عبء عليك، العبادات عبء بصير. عفوا، بين أن تقول أريحونا بالصلاة وبين أريحونا منها، أريحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم. بجوز واحد إذا كان له تقصيرات أو له مخالفات بتلك والله الحمد لله العشي خلصنا منه صلينا، بين أريحنا بها بين أريحنا منها. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد صدقتنا. الله يفتح عليك شيخنا. إذن سيدنا الإنسان عليه أن يسير على شرع الله، هذا الأساس، لن يشعر بجمال وحلاوة هذا الشيء إلا إذا كانت كل سلوكيات استقامة، يعني ليس فقط أدى الصلاة بل تجنب المال الحرام والكلمة الحرام يعني والنظرة الحرام، يعني التيار متصل. نعم، قطع التيار ميلي مثل متر. نعم، طبعا الميلي حسابه مو مثل متر بس بالنهاية قطع. نعم، صافي حجاب. نعم، ولا يزال هذا دليلة. والله الآية بتخوف، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكيف يزال هذا الحجاب؟ بالتوبة. الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما ترك معصية سوى، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبهذه وسعت رحمتي كل شيء، ونحن شيء أنت شيء ولا شيء. وبهذه التوبة شيخنا يصير إنسان إذا صلى أدرك جمال التوبة الصلاة، التوبة تجب ما قبلها. نعم. إذا رجع العبد إلى الله أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. الحمد لله. إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. ونعم بالله. الله يفتح لكم يا دكتور. سنستأذن فضلاتكم من جديد لنقف مع المستمعين الكرام إلى هذا الفاصل، ومثل ما نعود لاستقبال مشاركاتكم في موضوعنا عن فضل عشر ذي الحجة على 06-516-4020 516-5020. فابقوا بالقرب. موضوعنا عن فضل عشر ذي الحجة. شيخنا الكريم حياكم الله من جديد، الله يجزيكم الخير لهذا التوضيح ولهذا التأصيل ولفكرة أنه الإنسان عليه أن يستقيم على مدار الحياة، لكن هذه المواسم كرمضان وذي الحجة ليزداد همة إن فترت همته.